تسمى الصحراء الغربية الآن محل نزاع. اليوم الأمير العام الأمم المتحدة هو قادم الآن بزيارة وهو أكبر مسؤول في العالم ليعني ويثبت على أن هذا النزاع ما زال على أن هذا على أن وضع الصحراء الغربية ما زال محل نزاع. لكن محل نزاع مشكلته أنه تحول إلى بركة نتنة لأولئك الذين يحسون الاصطيادة في مال عكر، أي العصابات المختصة التي تعيش على حساب معاناة الناس سواء في قيادة بوليساريو أو في الجزائر، أو هؤلاء الذين مع المغرب يحلبون الدولة المغربية باسم الصحراء. وهذا هو الذي جعلهم حتى الآن يجعلنا النزاع يطول أكثر من لازم، بل ليس هناك أفق للحل. والذي الخاسر من كل هذا هم أهالينا في المناطق المحتلة، وهم أهالينا ونساؤنا وأطفالنا الذين يعانون تحت الخيام خلال 40 سنة. إذا لا بد للعالم أن يتحمل مسؤوليته التاريخية لإنهاء هذا النزاع ولجعل حد للتشتت العائلي الذي دام 40 سنة، وليرجع الناس إلى أرض وطنهم حورا. ما هي الحلول الممكنة لحلها؟